السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة. أنا رجعت معكم كما وعدتكم إن شاء الله بعد ما شغلت القديد ونشرته معكم في السطح. أنتم كتشوفوا دوز معايا واحد 4 أيام ويبس، لأن دابا الشميشة كاينة والحال سخون، وفي حالة ما صوبتي وفي البرد كيمشي حتى لديك 10 أيام ولا 8 أيام، ولكن ما تخليوش تطيح عليه. ملي تكون بحال دابا الشتا يمكن لكم تجمعوه عاوتاني تردوه. وهذه البقايا ديال الشرموله اللي طاحت لي من القديد هي هذه، انا وريتها لكم كنيبسها لان كنستعملها في الطياب ديال القديد. انا ان شاء الله غادي نوريكم مرحله مرحله. عندي هنا 5 كيلو ديال الشحمه، انا كنوريها لكم. انا ما كنستعملش الشحمه ديال الكلوه، كنستعمل الشحمه ديال البقري ديال الترب، البلاصه اللي كنشويو بها هي كتكون شويه غليظ. انتما كتشوف ما كنستعملش انا الشحمه ديال الكلوه لان كتجيب لي الخليع شويه ملس، هذه كتجيبو شويه محبب وكيجي الخليع ديالها زوين. ان شاء الله غادي تجربوه وتردوا عليا في لي كومونتير. عندي هنا 5 كيلو كما قلت لكم ديال الشحمه، غادي ندير معاها 5 يطرو ديال الزيت، 4 يطرو ديال زيت المائده، وعندي هنا يطرو ديال الزيت الزيت البلديه كنديرها حتى للتالي. دابا غادي ندوز ان شاء الله للطريقه، ومعايا واحد الضيفه ان شاء الله غادي تشارك معايا حتى هي في الطياب ديال الخليع، وغادي تعاوني ولو بالكلمه ديالها. السلام عليكم. فيديو صور على خير لالا، تبارك الله عليك لالا لطيفه. هلا يخطيك لالا، مرحبا. هذاك الشحيمه مطحونه، الله يعطيك الصحه. الله يبارك فيك. بطبيعه الحال كنغسلوها عاد كنطحنوها لان كتغسل وكتقطر وعاد كنطحنوها. ومن الاحسن كنصحكم تكون الطنجره يكون القاع ديالها شويه بليض، ما تكونش خفيفه باش ما تحرق لكمش القديد ديالكم. دابا بعد ما درت الماء ان شاء الله هذه طيب حتى كيطيب معايا الماء مزيان تيغلي، عاد كنزيد عليه الشحمه، الشحمه اللي طحنت. انا غادي نمشي معكم ان شاء الله مرحله بمرحله، وكنقدم لكم بنت خالتي جات هي ضيفه حتى هي ان شاء الله غادي تشارك معايا في الطياب ديال الخليع. بالله صحتنا وعافنا. يلا دابا اجي نعمي الشحمه، كنخليو الماء حتى كيطيب، كنطيب عليه. وكنصحكم كما قلت لكم الطنجره تكون القاع ديالها غليظ ان شاء الله بحول الله. ايه حسيتي شحال كنا كنطيبو في الطنجره النحاس. ايه في المدينه ان شاء الله. الطنجره النحاس كاين الصغير كاين الكبير كاين المواسط. دابا حيت البياض ما صنعت نجرات عيدين والسلام، شي ما كاين شي كان لدينا وكان كانت وسطة كبيرة وكنشتي على الدار البلدية. الله يبارك فيك على حق وطيب. إيوا دابا الحمد لله بغيت ما سمعت بحال حدو عدو. وهذه الطريقة ديال الطياب ديال الخليع خديتها من المرحوم الله يرحمه، لأن هذه هي المهنة ديالو. الله يرحمه وينعم. كان كيطيب الخليع كيديرو في الطنجرة ديال النحاس كما قالت بنت خالتي في الدار البلدية. ايوا دابا تبدل الشيء. دابا حنا كنجاينا الله يرحمه وينعمه كلشي الله يرحمه، عندنا تعلمنا حتى حنا الطريقه ديال الخليع، كنتيذبح تيبيع في الصيف كنخليه عود الفراغ. ايوا شي مشغله عندنا تعلمنا كلشي الله يرحم الجميع. امين امين. دابا ان شاء الله غادي نوضع الشحيمه بعد ما طاب الماء. بسم الله. الشحيمه كتغسل وتقطر مزيان وكتطحن، يمكن لكم تطحنوها عند الجزار على برا ولا عندكم ديك الاله اللي كطحن في الدار طحنوها ماشي مشكل. دابا غادي نخليو هاد الشحيمه ديالنا حتى كتذوب مع هاد الميه ان شاء الله، وغادي نرجع معكم. انتما كتشوفوا الشحيمه ديالنا ها هي غلات مع ديك الميه اللي درنا. دابا ان شاء الله هادي نوضع هاد الشرموله اللي بقات لي اللي ذكرت لكم، ومن بعد هادي نزيد القديد.
انتما كتشوفوا الحديد كيفاش داير، ما تنشلوش، لان انا ملي كننشرو كنبقى كنغطيه من الغبيره والشميشه كطهر كلشي. فيه الزويته حتى حاجه ما كتعرفش. انا فيه الخل وفيه الزيت. شباب الله يحفظكم. انتما كتشوفوا بغيتيو تقسموا القديده الا كانت طويله تقسموها على جوج ولا ثلاثه. بغيتي تخليوها هكا. بغيتي تخليوها هكا. كنديروا العافيه شويه مجهده على ما كتغلي لي الشحمه والماء، ومن بعد مني كندير القديد كنقص العافيه، ما كنخليش العافيه مجهده باش كيطيب على المهل وكياخد الوقت ديالو في الطياب. والمهل تيوصل يلا هاد الشريعه ملي تصبات هي تنديروها. شويه بشويه حتى كيوجد الخلع ديالنا ان شاء الله. يلا لالا السلامة، نتمنى الخير ان شاء الله، الصحه والراحه قبل ما ناكلو. بسم الله. انتما كتشوفوا القديد ديالنا ها هو كيطيب، وكنصحكم بالمغرفه ديال العود. هانتوما كتشوفوا كنبقاو نحركوه غير من القاع هكذا وحنا كنطلعوا باش ما كتلصقش معنا الطنجره، وكياخذ الوقت لان خصو القنا وخصو الخطر. داكشي على حسب اللحم، الا كان اللحم شويه فتيره دغيا تيطيب، وحنا كنحركو وحنا تنقلبو شويه بشويه. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك يا لاله امين. خصي شي ساعه اخرى واحد الريحه ما عندي ما نقول لك. تبارك الله شهوه في الدنيا وشي ساعه اخرى على من ديرو كويس دقات حتى حنا ان شاء الله ونتلاقى ان شاء الله نتلاقى. وعاودني نقولكم عاد باش نزيدو الزويته، وعاد مازال تبعو ما يحب دابا تيقابل الحيمه ما بغاش نديرو نزيد الدم. لا الزويته كنزيدوها في الاخر حتى كيتقرص معنا اللحم، كيتقرص معنا القديد، كيبدا كيدخلو الطياب عاد كنبداو نديرو الزويته. بعدين نشوفوا الخليع ديالنا واش طاب، واش بدا كيدخلوا الطياب. هانتوما كتشوفوا ملي كتبقى الغطا هكذا فيها الميه تعرفوا بان مازال فيه الماء. فاش كنغطي ونزول الغطا ديك الميه كتطلع في الغطا كنعرفوا بان ما تخافوش عليه، فتعرفوا بان الميه راه مازال فيه. دابا هادي نشوفوا القديد ديالنا الا بدا كيتقرص كنقلبو هكذا بيدينا، الا بدا تيتقرص كنديرو له الزويته، كنديرو له الزويته ديال الزيت النباتيه. زيت نباتيه هي الاولى اللي كنديروها له، وما نقولكمش على رائحه طالعه منها كتشهي ما شهيتكم. تبارك الله عليك الله يبارك فيك يا لاله. ما طاش شي شويه عاد بدا يدخلو الطياب. دابا غادي نزيد له الزيت، وديك لي طرو ديال البلديه ما كنديروش دابا كنديرو من بعد حتى كنقرب نطفي عليه. يمكن يتحرقكم العافيه مهيله باش ما يتحرقش، ماشي طبيعه المهل مع ما عملناش ليه بزاف مقدود والسالم. كنديرو المايها على حسب النوعيه ديال اللحم، الا كان اللحم دغيا تيطيب ما كنكثرولوش الماء. انتما شفتوني انا درت 3 لتر ونص هاد اللحيمه هاد لان راه دغيا تطيب وكنقابلو بالتحراك، ما كنزولش يدي منو بالتحراك، وديك التحريكه انا كنحاول ناخذ هي من القاع هكذا كندور القديد هي من القاع باش ما نفرتوش. دابا هادي نوضع الزيت، انا هادي نقول لكم هادي ندير 4 لتر ديال زيت المائين، وديك اللي طرد البلديه ما كنديروش دابا من بعد، وكنغسلو على العافيه كنطيبو على عافيه مهيله باش ما يتخطفش معايا، باش كيجي الطياب ديالو مزيان. هو هذاك هذا هو الطياب ديال الخليع ديال فاس على حقو وطريقو.
ولي غطي بالاصيل ديما نقول لا خطيكي لا صحاي امين. دابا درنا الزويته وهادي نبقاو مقابلين لي ما تكون لي ديما عايمه علي لان لي دام هو اللي تيحافظ على الخليط كنتي تخبطها وديو في الطائر وديو في عيبات تيكون ديما لي ديما زايده كثير على الوجه ايه. وديك القصيبر اللي درنا له سميتو هذاك اكريش هذاك ما عنديش مع الشحمه مع السبقه باقيش ديروا به رغيفات ديروا به بويضه ان شاء الله نحضر معكم رغيفات ديالو من بعد ان شاء الله كيجيو رغيفات ديالو زوينين. هانتوما كتشوفوا الخليع ديالنا هو علينا يوجد. دابا هاد اللحيمه كتبدا تنزل كطيح هانتوما كتشوفوا بعد ما درنا ديك الزبيطه. دابا غادي نزيد ديك لترو ديال الزيت البلديه اللي بقالي وكنقابلو بالتحرك كل ساعه نزيد هاد لترو ديال الزيت البلديه وتنبقى نحرك. بالمناسبة ديال العيد الكبير ان شاء الله اللي جاية قلت نقدم لكم الطريقة ديال الخليع على حقو طريقو بالتفاصيل ديالها ان شاء الله وتنجحوا فيها وكيجي رائع. ما درت الزيت بلدية كنخليه واحد القسمين باش ما كتحرقش ديك الزويته هي كطيب شي شويه وكنطفي عليها ومن طبيعه الحال كنخليه على عافيه مهيله وما كيتغطاش. ومن بعد كندير واحد الفتيله وكنجرب واش مازال فيه الماء ولا ما مازالش. انا ديجا جربتها ولكن دابا غادي نجربها معكم انتما كتشوفوا. كنحشيها في القاع ديال الطاوه ونعاود كنهزها وكنشعل فيها العافيه. الا عطاتنا ديك التشنتين ديال الماء اذا راه مازال فيه الماء. ما عطاتناش اذا راه ما بقاش فيه الماء. انا هذه نوريكم كتشعل بحال الشمع انتما كتشوفوا اذا ما بقاش فيه الماء. وكاينه واحد الطريقه اخرى عاوتاني فاش كيتقلى الخليع كنديروا عليه واحد الغطيوه هي كنسييو واش غادي تعرق لنا ديك الغطاء ولا ما غاديش تعرق. كنخليوها منفصه هي باش ما يطلق لناش الماء وكنسييو قبل ما نطفيو العافيه. كنشوفوا ديك الغطاء الا عرقت اذا راه مازال عندنا الماء. الا ما عرقتش ديك الغطاء صافي اذا ما بقاش فيه الماء. حتى هذه طريقه بحال الفتيله تماما. صافي كنزولوا القديد ديالنا. ها هو انا ديجا زولته باش ما نطولش معكم. هانتوما كتشوفوا القديد طاب وكيجي رائع. هانتوما كتشوفوا كيتفرتت بوحدو. وكناخذ لي ديما هي هاد لي ديما ديالو كناخذ هي لي ديما هي اللي من الفوق. هنا هادي نصفيها ونوريها لكم. كنحاول ناخذ لي دار هي من الفوق باش ما نطلعش اكريش. اكريش كنخليها عاوتاني بوحدو وهاد لي ديما كديرها مع القديد. انا كنوريكم مرحله بمرحله تنساليو ان شاء الله المراحل كاملين. دابا هادي ندوز نخوي هاد لي دار ونتلاقاو ان شاء الله. وعدتكم هادي نوريكم انا صفيتو كناخذ الوجه ديال اللي دام ما كنهبطش معاه اكريش. اكريش كنخليه بوحدو. وهذا بعد ما وريتكم القضيه ديال الفتيله من طبيعه الحال كتكون درير هاد الحياتي وكنبرموها وكنحشيوها في الطاوه كتكون معقمه وعاد كنسييو بها. وهذا هو القديد اللي جبدت هانتوما كتشوفوا راني فايت وريتو لكم. دابا كناخذ واحد القريعه ديال الزاج كتكون معقمه ومنشفه مزيان لان هذا الخليع ما كيبغيش قطره ديال الماء تكون فيه. اي حاجه تكون منشفه مزيان من الماء ونحاولوا ما نقيسوش الماء مع الخليع ديالنا منين يوجد لان الا تقاس قطره كيضبب لنا الخليع.
كناخدو كنستفو بها الطريقة في القريعة، انتو ما كتشوفو، ولا ديروه في شي جبانة كبيرة ديال الزاج، لان القدي دي لا طاب مزيان ونشف من الماء كيبقى لكم العام كله بلا تلاجة بلا والو، ويمكن لكم تستعملوا به عدة وجبات بحال عديسة بحال مطيشة بالبيض كتقطعيه، لان ديك الوجبة ديال الخليع بالعديسة وبمطيشة وعدة وجبات كتجي رائعة، ما نقول لكمش على لذة كتعطيها. هي هو واحد المسألة تنقصوا الملح، لان الخليع تيكون ملح، جيتي وديريو شي وجبة بيه تنقصوا الملح. هانتوما كتشوفو هنا عومتو بليدام، لان ليدام خصو يكون عايم على القديد، ما يكونش القديد في الوجه ديال ليدام، باش ديك ليديما هي اللي كتحافظ عليه. دابا ان شاء الله غادي ندوزو للتقديم. هو الشكل النهائي ديال الخليع ديالنا اللي وجدت معكم على حقه وطريقه. كنتمنى انكم تكونوا تبعتيو معايا المراحل كلها ان شاء الله، وهادي تنجحوا فيه بمناسبة القدوم ديال العيد الكبير. الله يجيبهم الصحيحه والسلامه والهنا. وهذا اقريش اللي البقايا ديالو اللي كنديروا بهم رغيفات ان شاء الله دابا نوجدهم معكم. انتم كتشوفوا وقف ليديما ديالو، وبالصحه والراحه، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده.